بسم الله الرحمن الرحيم. غرزة لطيفة وسهلة جدا من دور واحد، سميتها الزهرة المضلعة أو الزهرة الصغيرة، مؤلفة من مضاعفات رقم 3. كتير لطيفة وسهلة، تشتغليها على دور واحد وبعدين ترجعي تشتغلي 6 أدوار جرسي. نبتدي أنا وياكم نشتغلها. أول شيء نشتغل هلأ 6 أدوار جرسي، دور وجه دور مقلوب دور وجه دور مقلوب. نجي هلأ نحنا هي مضاعفات رقم 3، بنخلي نحنا للوحدة لهون وحدة لهون، سندو 26 غرزة، وحدة للحافة والباقي بنشتغله. هلأ غرزة الحافة بتريدي تسحبيها بتريدي تشتغليها بتصير كيف هي، ناخد 3 ناخد 3 بناخدهم معا من تحت بنات، من اللفة الخلفية من ورا 3. ها اسحبي هيك، ترجعي بتعملي لفة، ترجعي بتاخديهم كلهم سوا. هاي اخدناهم كلهم سوا، نرجع 3 التانيين اللي وراهم كمان نفس القصة، نرجع ناخد 3 معا، نعمل لفة بنرجع ناخد 3 معا، معناته اخذنا 3 ومنطلع 3. لاحظوا بنات 1 2 3، ناخد 3 منطلع 3. اهم شيء خديها من اللفه الخلفيه مشان تطلع معاكي الغرزه مضلعه، بتعطيكي منظر كتير حلو. هاي 3 نعمل لفة. لاحظوا اللفة شلون بنات، من هون منجيبها هاي اللفة ومنرجع نعمل هيك، مندخلها باللفة الخلفية. إذا شغلنا كلياته باللفة الخلفية، معلش شوي صعبة بيكون لأنه القطب مشدودة، بس بعدين كثير النتيجة جميلة. لاحظوا 3 هاي 1 2 3 هاي 3 3 ناخدهم معا، هاي 3 ها نرجع بنعمل اللفة ونرجع بناخدهم معا. الدور كلياته هيك، بتاخدي 3 وبتطلعي 3. معلش صعبة لأنه الدنيا صيف وشوب ولذلك عم نتعذب فيها. نكفي هذا الدور قبل النهاية نرجع. وصلنا لآخر 3 غرز معانا بالدور. نشتغلهم. هاي 3 بنسحب، بنلف اللفة ومنرجعهم. سحبناها. غرزة الحافة هي لابد منها، ما بصير نشتغل الطرف. لاحظوا شلون صبايا بتصير. شايفين كيف بتصير موديلها؟ وهلأ الدور الخلفي المقلوب بدك كتير تنتبهي عليه، ما بدك تنسي ولا قطبة ولا غرزة. ليش؟ لأنه أخذنا 3 ورجعنا 3. هاي 1 2 3 لازم أكيد يكونوا 3 ب3، ما بنروح غرز. 1 2 3 1 2 3 وهكذا لنهاية الدور. هلأ خلصنا دور المقلوب، بنشتغل هلأ نحنا 4 أدوار أو 6 أدوار، انتي على كيفك قديش بدك المسافة تفرق بيناتهم بتشتغليهم، ولكن أنا لقيتها على 6 أدوار عم تطلع جميلة، بتناسب الأولاد الصغار، بتناسب الرجال، بتناسب الجيليات، بتناسب البنات، اللي بتلاقيه مناسب. إن شاء الله تكون كويس، استفدتوا مني.